تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهليج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو بشرة يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العقل عمو يزيد مساء الخير يا اطفال. وش راكم؟ راكم هايلين بهذه الرسومات على الوجوه تاعكم. راني نشوف علم الجزائر، راني نشوف القط، راني نشوف عده اشياء جميله 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 جدا. يا اطفال، شكون اللي عيطنا له بالهاتف وجا حضر معنا اليوم؟ شكون اللي عيطنا له بالهاتف؟ شكون عيطنا لك؟ إذن يا أطفال، حبيت نقول لكم باللي إذا حبيتوا تشاركوا معنا وتحضروا في هذه الحصة هذه، ما عليكم إلا توجهوا موقع انترنت عمويزيد.com بالشكل التالي. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال. لما تشاركوا لازم يكون عندكم شوية صبر. علاش؟ لأن المشاركات راهي عدات 20,000 طلب مشاركة في الحصة، وراح نكلمكم بالترتيب. إذا شوية صبر وسوف يرن الهاتف عندكم، راح يعيطكم عمو يزيد. اليوم يا أطفال عندنا يوم عالمي مهم أنا نحبه، هو اليوم العالمي للمتاحف. كاين متحف الآثار القديمة جاي في تلمليك، كاين متحف الباردو ثاني مشهور كذلك، ودرك على بالكم اللي كاين متاحف تقريبا في كل ولاية. إذن لازم تزوروا المتاحف يا أطفال. علاش؟ لأن المتاحف فيها أشياء مفيدة، أشياء تاريخية، أشياء تفيدكم في الدراسة نتاعكم في الحياة نتاعكم. لغز اليوم يقول، تحبوا الألغاز؟ ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأ؟ ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأ؟ أنتم كذلك يا أطفال لكم تشاهدوا فينا، بإمكانكم تجاوبوا على اللغز بطريقة تالية عبر الانترنت. إذا حبيت تجاوب على اللغز، ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. أنتم كاع شاطرين يا أطفال، ولكن صبروا حتى نهاية الحصة باش الأطفال لما يشاهدوا فينا تاني يقدروا يشاركوا معنا. ودرك نروحوا للباحثة اللي دارت لنا بحث جميل على المجاهد ياسف سعدي. تفضلي. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكيكم على حياة ياسف سعدي. ولد ياسف سعدي يوم 20 يناير 1928 في حي القصب الشهير في جزائر العاصمة. هو سياسي جزائري وأحد أشهر قادة جبهة التحرير الجزائرية خلال الثورة الجزائرية. تلقى تعليمه الأول بالقصبة حتى سن 14 حين احتل الجيش الأمريكي والإنجليزي في 8 نوفمبر 1942 المدرسة التي كان يدرس فيها واتخذوها مقراً لهم. لجأ إلى الحياة العملية بمخبزة العائلة. بدأ نشاطه السياسي مبكراً إذ شارك في المظاهرات التي نظمها حزب الشعب الجزائري في 1 ماي 1945، ثم مظاهرات 8 ماي 1945. كان كما قاد الحملة الانتخابية لحركة انتصال حريات الديمقراطية في المدية والعاصمة. بعد هجرة دامت سنتين إلى فرنسا، عاد إلى الجزائر ليبدأ اتصالاته مع أعضاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل، ويتكفل بربط اتصالات مع خلايا المناضلين بالقصبة. في عام 1955 أرسل إلى سويسرا للاتصال بالممثل أحمد بن بلة هناك، وألقي عليه القبض لكن أطلق سراحه 4 أشهر بعد ذلك. بعد عودته وصل نشاطه في سرية إلى غاية عام 1956. وصل نضاله إلى غاية اعتقاله من طرف فرقة المضليين في 23 سبتمبر 1957، وتعرض للتعذيب وحكم عليه بالإعدام، لكن لم يتم تنفيذ الحكم وأفرج عنه بعد وقف إطلاق النار. شارك ياسف سعدي بعد استقلال الجزائر عام 1962 في عدة أفلام عن ثورة جزائرية، منها معركة الجزائر الأولى.
برافو برافو ياسمين، برافو 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 ياسمين، برافو ياسمين. يا أطفال، ياسمين درتنا بحث عن المجاهد ياسف سعدي. عمو يزيد جاب لكم أغنية جميلة، شكون كامل تحبوا البلدة تاعكم؟ يا أخي هذه الأغنية تتغنى ببلدتي، يعني الإنسان يتغنى بالمدينة تاعو اللي يحبها، تغنوا كامل معايا، بلدتي يا بلدتي، يلا. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن ما عدت أعود لك، بلدتي يا بلدتي. بلدتي أحلى مكان فيها عشت من زمان، بلدتي أحلى مكان فيها عشت من زمان، يا هنايا يا أمان في حما بلدتي. عشت فيك ذكرياتي أياما من حياتي، عشت فيك ذكرياتي أياما من حياتي، يا محلى أوقاتي فيها طفولتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن عدت أعود لك، بلدتي يا بلدتي. فيك أهلي أقربائي والدايا يا فدائي، فيك أهلي أقربائي والدايا يا فدائي، في الغداء والعشاء اجتمعت بإخوتي. فيك جدي جدتي يا محلاها لمتي، فيك جدي جدتي يا محلاها لمتي، لما تنادي جدتي اسمعوها قصتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن ما عدت أعود لك، بلدتي يا بلدتي. رفقتي وأصدقائي جيراني يا هنائي، رفقتي وأصدقائي جيراني يا هنائي، لما نلعب في الفنائي حتى آخر ساعتي. أمي تنادي لي دخولي، لا يا أمي لا تقولي، أمي تنادي لي دخولي، لا يا أمي لا تقولي، إني قد زاد فضولي لأبقى مع صحبتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن ما عدت أعود لك، بلدتي يا بلدتي. فيك بستان ونخل وعصافير ونحل، فيك بستان ونخل وعصافير ونحل، ووديان أتسيل ما أبهاها غابتي، وهضاب وجبال وشعاب وتلال، وهضاب وجبال وشعاب وتلال، وتاريخ ونضال ما أغلاها بلدتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن ما عدت أعود لك، بلدتي يا بلدتي. برافو 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 برافو. عجبتكم الاغنيه اطفال؟ واش رايكم دركا نروحوا لالعاب الخفه، تحبوها؟ يلا نعيطوا دركا العمو فؤاد اللي جانا من مدينه موريال. اذا العمو فؤاد تفضل تفضل.
برافو 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 عمو فؤاد برافو برافو. يا اطفال دركا راح نروحوا الفقره فقره الحكايه. تحبوا الحكايات؟ يلا شكرا 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 يا اطفال شكرا. اذا كما وعدتكم عمو يزيد راح يحكي لكم قصه بائع الحلوى والطفل. واحد النهار كان واحد الطفل واسمه انيس، افتح الطاقه تاع دارهم هكذا وشاف نهار مشمس، شاف نهار مشمس هكذا وتماطل باش يروح للقسم باش يروح للمدرسه، حب يعني تماطل، ما كانش جدي يعني، وكان لتحتها عمي صالح. عمي صالح يبيع الحلوى، وعمي صالح هذا كانت عنده شغل كروسه هكذا تاع الحلوى، ولكن الحلوى يحطها في الباطه ومام كي يعطي للدراري هكذا يدير كيس باش يعطي لهم، كان نظيف يعني كان منظم. ومن بعد طلع هكذا شافوا لتحتها، عمي صالح شاف في انيس، قال له انيس واش راك تدير في الدار؟ قال له عجبني النهار تاع اليوم فيه الشمس، قال له لا لا لازم تنزل تروح للمدرسه. قال له زرب باش ما تاخرش، قال له راك متاخر، قال له ما لازمش تاخر اكثر من هكذاك متاخر. انزل انيس نزل هكذاك، ومن بعد جاز لعنده قال له صح اعطي لي حبه تاع الحلوه نشريها عليك. قال له لا لا ما نبيعلكش الحلوه لو كان تعطي لي حتى اضعاف الثمن لانك متاخر. قال له لازم تروح تجري للمدرسه. قال له بصح عمي صالح واش دخلك؟ قال له انا نشري بدراهمي انايا. قال له ما حبيتش تبيع لي نروح لمكان اخر نشري. قال له انا ما نبيعلكش لانك متاخر لازم تروح تقرا. ازعف هذاك الطفل وراح للمدرسه هكذا. ومن بعد كي لحق للمدرسه بدا يجوز عليه اليوم هكذا، بدا يتفكر، قال سمع انا عمي صالح يحبني مادام ما حبش يبيع لي بالدراهم، ما حبش يبيع لي من اجل صلاحي كما يقولوا الفايده ديالي. ندم ندم. لما خرج من المدرسه جاز على وين عمي صالح مول في حط الكروسه ديالو، ما صابوش راح للدار وقعدت تخدم له. عاود غدوه من ذاك كيهبط الصباح تاني جاز على عمي صالح ما صابوش، وندم. قال انا عمي صالح انايا كان اسمه يحبني مادام يحب الصلاح ديالي مادام، وندم. ومن بعد العشيه تاني ما صابوش، راح سقسى واحد صاحبه قال له اسكو تعرف عمي صالح وين يسكن؟ قال له نعرف فيه اداه. راحوا عمي صالح يسكن في كوخ صغير هكذا، كوخ صغير وقديم. كي راح افتح الباب، كي راح لعند عمي صالح دق دق هكذا، فتحت له مرته العجوز، هما كبار في زوج. قالت له عمك صالح راهو في الفراش مسكين، راهو مريض وما قدرتش نعيط لرجال الاسعاف، راح يجري. جاب له الاسعاف، جاو داو عمي صالح وداوه المستشفى، صابوه مريض بزاف، وقالوا له لازم تبقى في المستشفى ايام، وعمي صالح يسترزق برك من هذيك الكروسه هذيك اللي يبيع فيها الحلوى. واش داروا هذوك التلاميذ؟ انيس قال لاصحابه قال لهم لازم نروحوا نطموا له الدراهم باش ندوروا المصروف باش القوت نتاع اليوم نتاعو باش العجوز نتاعو تقدر تتقوت. وراحوا لموا طموا له هذاك الدراهم وكامل، وداوهم العجوز زوجته كامل، فرحت بهم مسكينه. ولما انيس خبر والديه بالعمل اللي قام به شكروه، قالوا له شفت يا ولدي لازم الناس اللي تحبك لازم تتهلا فيهم. عمو يزيد تسمى العباره اللي ندوها من هذه الحكايه هي يجب علينا طلب بالعفو عند الخطا مع الاخرين. بالضبط بوبي بالضبط. برافو برافو برافو. الانسان مهما كان لازم يطلب العفو، لازم يطلب العفو كي يخطأ مع الناس. يا اخي ماهوش عيب انه الانسان يطلب العفو، لازم نطلبوا السماح. يا اخي اطفال شكرا. شكون اللي عنده نكته يجي يحكيها لي؟ تعال تعال اروح تعال تفضل اقعد. واسمك؟ ايوب. من جيت ايوب؟ مدراريا. يا خيار الناس، احكي لنا النكته تاعك. كان ديك خطره جحا رايح يقرا، خلصت له سياله حمراء. قال للشيخ تاعو المره الجايه كي تجي جيب سياله حمراء معاه،
بدا هو كان رايح يقول سياله حمراء سياله حمراء سياله حمراء، طاح في واحد الحفره داخل بدا كينات، بدا يقول نشري دجاجة محمرة نشري دجاجة محمرة، كي راح للشيخ عطا له دجاجة محمرة. برافو برافو. شكون اللي عنده نكتة؟ شكون؟ أنا أنا أنا. شكون؟ أرواحي بنتي أنت، تعالي تعالي. أرواحي. أرواحي. خلوها تجوز، تعالي. تعالي. واش نروح منا؟ اقعدي بنتي. واسمك انت؟ احمد. احمد، وين تسكن احمد؟ جامع. في الجامع؟ واش من جامع؟ يا اقرا. ها؟ يا قلا. حبي تحكي لنا نكته ولا تغني لنا اغنيه؟ تعرف اغنيه ولا نكته ولا دعاء؟ دعاء. دعاء، هيا قلنا دعاء. دعاء نو. دعاء النوم. يلا تفضل. نسيتو؟ نسيتو. نسيتو؟ هيا روح كي تحفظوا كي تفكروا عاود ارجع. واش راكي بنتي؟ سابا. واسمك؟ مروش شيماء. شيماء، من جيتي شيماء؟ وين تسكني؟ بلكور. في بلكور. طولتي باش تبي بلكور؟ بلكور معروفة بلكور. واش راكي لابسة شيماء؟ غوب كابيل. غوب كابيل زي قبائلي، تحبوه يا أطفال؟ شباب ها؟ هايل 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 بنتي. عندك كاش نكتة تحكيها لنا ولا؟ لا لا تقولي لنا السلام برك. جيتي تسلمي علينا؟ نغني. جيتي تغني؟ هاي غني لنا أغنية. Libéré, délibré, je mentirai jamais. Libéré, délibré, je mentirai jamais. Bravo, 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 Shaima, bravo. شكون اللي عنده نكتة؟ شكون؟ تعال أرواح. أرواح. أقعد ولدي، واسمك؟ أمير. من جيت أمير؟ وين تسكن؟ بوز الريعه. بوز الريعه، تخاف من البيروكي؟ ما تخافش، هاي احكي لنا نكتة. كان واحد الراجل يمشي حتى ولا مشي مشى. برافو برافو برافو، اروحي بنتي انت يا تعالي. تعالي ما تخوفوناش الحمام، ايوا. اروحي بنتي منا. فوالا. تعالي. واسمك؟ سندس. سندس، وين تسكني؟ في زيرالدا. زيرالدا، خيار الناس، احكي لنا نكتة تاعك. كان واحد الغبي راح المتحف، بعد لقى واحد كسر مزهريه عثمانيه، قال له مول المتحف وش بيه جدك كسرت هذه من القرن الثامن العشر؟ بعد قال له خلعتني الله لا تربحك انا حسبتها جديده. تفضلي 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 بنتي. يا اطفال الحقنا دركا الركن الجواب على اللغز، تعرفوه؟ عندك الجواب. شكون عنده الجواب؟ شيء. واش قلنا؟ يكتب ولا يقرا، ما هو؟ دقيقه، هو اسمك وليدي؟ ايوب. ايوب، واش هو الجواب؟ والقلم. القلم، زيد شكون عنده جواب؟ والعلم. العلم. 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 شكون اللي قال سياله يرفد يدو؟ تعال. الجواب هو القلم. يكتب ولا يقرا. القلم، شكون اللي قالها لك؟ اروح اروح بيا عندنا. اروح اروح. تعال تعال. جيبوا جيبوا، تعال تعال. اروح اروح. عرفت الجواب تاني؟ اروح. وش هو الجواب؟ القلم. شكون اللي قاله لك؟ وريه لنا بصباك. هذاك، فوالا. شفتو كيفاش يقول لك؟ قال كتبوا فيه. لا لا، هذا هذا يقول لك، هذا يقول لك. كيفاش يجي؟ ما يقول لكش؟ ما يقول لكش، بس كل صباح وليد خالته قال له الجواب ثاني. ماشي هو. خلاص هي السيالة.
إذن الحمراء. الحمراء خلاص، الحمراء اللي كانت في اللي هضرنا عليها من قبيله تاع الدجاجه محمره. خلاص قلت لي من جيت؟ مدراريا. مدراريا هذا لما كيصاب الجواب على اللغز يا اطفال عمو يزيد يهدي له هديه هديه هديه. هذه الهديه تتمثل في سيدي فيه اغاني خاصه بالاطفال مدرستي، وكذلك قبعه مع عمو يزيد تحميك من اشعه الشمس الضاره، وكذلك عمو فؤاد يهدي لك حصريا هاد الباطه هذه اللي فيها العاب الخفه، ودركا كي تخرج عمو فؤاد يفهمك فيها كيفاش راح تستمتع بها. يلا مبروك عليك مبروك عليك مبروك عليك. الحقنا دركا الى ركن عيد الميلاد. عندنا عيد ميلاد عادل 6 سنوات وامير 7 سنوات. تفضلوا التحقوا بيا عادل وامير. يلا اصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاطو نتاعهم واحنا رايحين نغنوا لهم عيد ميلادك احلى عيد. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي 100 سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي 100 سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل امرح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات، نسهل امرح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 برافو. كاين طفل جاب لنا رسم اليوم، جيب لنا رسم نشوفوه. أرواح تعال تعال أرواح قلنا واسمك؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن من جيت عبد الرحمن؟ من بلكور. من بلكور وجبت لنا رسم. يلا عمو يزيد راح يفتح هذا الرسم، نشوفوا الرسم اللي جابه لنا عبد الرحمن. هذا الرسم. واو احكي معي الرسم. فوالا برافو عبد الرحمن برافو. راح نحتفظ بهذا الرسم هذا، يعطيك الصحة عبد الرحمن. شكرا شكرا شكرا. وكذلك كذلك يا أطفال عمو يزيد يعطي لكم شهادة مشاركة لكاع الأطفال اللي موجودين هنا، كي تخرجوا تسيبهم يسنوا فيكم. هادو تاع عادل وأمير، تفضلوا يدوهم دركا لأنه عيد ميلادهم، وانتم تدوهم كي تخرجوا منا. هادو باش تحتفظوا بهم كذكرى
في الحضور تاعكم في حصه مع عمو يزيد. وانا ما بقى لي الا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الاسبوع المقبل على 5 تاع العشيه نهار 3 على قناتكم الشروق تيفي. نحبكم يا اطفال، باي باي. لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، احببناكم، احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، احببناكم، احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. برافو، بوسهم دركا عادل، فوالا بوسهم كامل، كل عام وانتم بخير.